أجمعين. فجلل كارم الحجات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه الرحلة العظيمة الكعبة المشرفة، ونقول الله أكبر منذ نعومة أظفارنا. فما أجمل أن نستعد وأن نتهيأ لرؤية بيت الله الحرام، ما أجملها من بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حداد رئيس مجموعة إلاف من تكتل رؤية. اليوم يوم الأربعاء، أول درس لتكتل رؤية للتعريف بمناسك الحج وأعمال الحج وكل ما يلزم الحج من تعليمات شرعية وتعليمات إدارية. اليوم في جامع الحسن في مدينة جرابلس بدأ مرشدي وموجهي وإداري تكتل رؤية بإعطاء الدروس اللازمة للحجاج، وحضر بعض الحجاج الحمد لله والعدد لا بأس به الحمد لله، والتعريف عن مناسك الحج وكيفية الإحرام ومحظورات الإحرام وبعض التعليمات الإدارية لتعريف الحج لأيام السفر وكيفية التجهز للسفر وما يلزمه لأيام السفر. وجزاكم الله كل خير. أول ما يبدأ به الحاج، بل أول ما يبدأ به المسلم هو النية. سبيلي كما يبدأ أنه في سبيل ربي. قالوك بالشهيد في كل حركة من حركاتي وتنقلاتك في هذا الحج تذكر موقفا للأنبياء والمرسلين، وهو ما يسمى الحج الإفراد، وهو أن تلوي بالحج من دون أن من دون يجب عليه ذبح شاة. أما النوع الأول لا يجب عليه ذبح شاة. وأمامكم هذه المجموعات، مجموعة إلاف، مجموعة تسليم، مجموعة السبير، مجموعة سيد الخير، ومجموعة سألوا عني حج، شو استفدنا نحن؟ ماذا حصلنا من هذه الكلمة؟ بعض أخواننا يا أخواني لبسنا هذه دوسة وزمي